آدم طفل عنده 10 سنين، من مسكته الموبايل بيقعد وقت طويل من 8 ل 9 ساعات، فده أثر عليه، عمل له مشاكل كبيرة، دي أثرت على مستواه الدراسي، خلته مسكت إيده مش كويسة للألم، خط وحش جدا، ما بيعرفش يمسك يتحكم في الكتابة بسبب إن هو بيقعد كتير جدا على الموبايل، بسبب إن أنا بسيبه كتير بسبب شغلي، بسيبه كتير في البيت، فهو بيلجأ للموبايل، فالموبايل ده أثر عليه في مشاكل كتيرة، من ضمنها إن هو خط وحش، ما من ضمنها إن هو ما بيقعدش يركز، من ضمنها برضو إن هو مش عنده فرط حركة، ما مش بيركز. أنا تواصلت مع المدرسة، فإن هم قالوا لي لازم يلجأ لدكتور، فلما قالوا لي كده أنا لجأت لدكتور بتاع تنمية مهارات وتعديل سلوك وتحسين الخط، فلما لجأت معاه قال لي إن هو الطفل ده لازم فعلا محتاج لتعديل سلوك وتعديل الخط، عشان مسكت إيديه الخط مش كويسة في المدرسة وخط وحش جدا، فهو آدم عنده 10 سنين وهو عنده المشكلة دي من 3، يعني كان عنده 3 سنين، أنا يعني اكتشفتها وعنده 3 سنين، فلما كبر برضه وراح المدرسة، فهم هو عنده 10 سنين، فالمدرسة تابعت حالته قالت لي فعلا إن هو محتاج لدكتور، فأنا لجأت للمركز ده، والمركز دوت معايا ومتابع معايا، وبيعملوا تحسين في الخط وبيعملوا تعديل سلوك وتنمية مهارات. بالنسبه لحاله ادم، هو ادم دلوقتي عنده اكتر من حاجه، عنده ADHD اللي هي الاتنشن ديفست هايبر اكتيفيتي ديس اوردر او فرط الحركه وتشتت الانتباه، عنده قصه صعوبات التعلم وموضوع صعوبه الكتابه او طريقه مسكه للقلم، القصه دي بتحتاج علاج مكثف شويه، وبيبقى عباره عن تدريب على المهارات بتاعه التعلم بصوره منتظمه، ثانيا منع الاجهزه الالكترونيه بصوره كامله، لا موبايل ولا تابلت ولا تلفزيون ولا اي شاشات لفترة متصلة. ثالثا اتباع حمية غذائية معينة، يعني بنقلل السكريات والشوكولات واي حاجة فيها سكر عالي لازم نقللها، استخدام الاكل الغني بالاوميجا 3 و6 و9 زي زيت الزيتون وزي الاسماك، خصوصا الاويل فيش زي الاسماك الزيتية السلمون والمكريل، لان الحاجات دي هتحسن معاه جدا، الاكثار من اكل المكسرات لان برضو اللي ما تحتويه على دهون وأحماض أمينية، وكذلك الأوميجا 3 و6 و9 اللي هي مفيدة جدا في حالته. هي بيبقى الموضوع يعني عبارة عن دايرة لازم نبقى مقفلين كل حلقاتها علشان يكتمل العلاج بتاعه، منع الأجهزة الإلكترونية ده هو الأساس بتاع العلاج.